بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين لمدركون.
إن معي ربي سيهدين. العزيز الرحيم.
ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعون
أو ينفعونكم أو يضرون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين. اللهم اهدنا يا رب. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون الله.
يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر صدق الله.